من أنواع الفاكهة المعمرة، تتميز بتحول ألوانها خلال فترة النمو. يبدأ ظهورها باللون الأخضر، ثم تتحول إلى الأبيض، ثم إلى اللون الوردي، وأخيراً إلى الأحمر. عن ماذا أتحدث؟ بالطبع عن الفراولة. الفراولة غنية بالأملاح المعدنية، حيث تحتوي على الأملاح المعدنية كالكالسيوم والحديد والفوسفور، كما تحتوي على حامض الليمون وحامض التفاح، وعلى سكر الفواكه، كما تحتوي على كميات عالية من الفيتامينات، وبالأخص فيتامين A، B وC. والآن سنتحدث عن بعض فوائد الفراولة. الفراولة تقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، وذلك لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية، كما أن احتوائها على مضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين، الكامفيرول، الأنثوسيانين والبوتاسيوم. الفراولة أيضاً تساعد على علاج مرض السرطان، وذلك باحتوائها على الفينولات المضادة للأكسدة، والتي تحمي من انقسام الخلية بسبب التعرض للعلاج الكيميائي للسرطان، وتعمل أيضاً على التقليل من نسبة المواد المؤكسدة في الجسم، والتي تسبب السرطان مثل سرطان الثدي والرحم وسرطان القولون وسرطان المريء. هل للفراولة أي علاقة بالوقاية من مرض السكري؟ أجل، تحتوي الفراولة على كمية من السكر الطبيعي السكروز الموجود في الفاكهة بنسبة 8 جرام لكل 100 جرام من عصير الفراولة، مما يجعلها تساعد على توازن السكر في الدم، وهذا مهم جدا لمرضى السكري، ومن الأفضل تناولها من دون إضافة السكر الأبيض واستبدال السكر بالعسل.